رجعنا مع حضراتكم والنجم الكبير الكابتن حمدي نوح. ما شاء الله مسيره يعني رائعه. لا بلاش اتكلم بقى خلاص. لا ازاي لا ازاي. لا يعني جايبين حاجات جميله جدا يعني الاعداد. والله الواحد رجع يعني ايام زمان. حابب تلعب كره تاني؟ حابب تلعب كره تاني حسن. بس فوق الستين بقى. ربنا يديك الصحه يا كابتن. ربنا يخليك. لا طبعا منورنا ومشرفنا وده اقل حاجه طبعا لتاريخ زي حضرتك. حضرتك قبل التقرير كنا بنتكلم على اسكو ان رحت اسكو وقبلت بس انت ليه اتاخرت في المشاركه يعني في اول موسم 75 تقريبا. انت بدات 17 سنه وبعدين صعدت للفريق الاول. انا كنت بلعب حضرتك لما رحت لعبت تحت 18 سنة وكنت بلعب تحت 21 وكان على يميني مختار على شمالي مختار واحمد ابو رحاب على يميني. طيب ده وبعدين العب فريق اول يعني العب ثلاث مباريات في الاسبوع. 18 و21 وفريق اول يعني حتى في ال21 لعبت ضد نادي الميه كان في عادل المأمور سجلت فيه هدفين في ملعبهم. اقصد يعني ايه استفادوا بيا في ثلاث مباريات العب ال 18 واخلص والعب ال 21 والفريق الاول. لعبنا درجه ثالثه ودرجه ثانيه لغايه ما طلعنا الممتاز. في الوقت ده لما طلعنا الممتاز جانا مين مدرب الكابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل مسكه في اول سنه دوري ممتاز بالظبط للنادي الاسماعيلي. فبصراحه اول ما شافني كان عمل مباراة ودية وما كنتش بتمرن خالص فعايز يشوف الفرقة. فعملنا مباراة في نادي المؤسسة في شبرا واتفرج عليا جبت أربع أهداف. طبعا مبسوط بقى إن الشيخ طه اسماعيل اللي أنا كنت بحبه وبيلعب الفورستايم والحاجات دي بقى مدربي. ففوجئت بعد المباراة وقف معايا قال لي بص أنت تحضر فترة إعداد صبح وبعد الظهر هتبقى احسن لعيب كوره في مصر. الوقت ده كان في مين؟ كابتن هاني، كان في كابتن مصطفى رياض وكابتن شاذلي وكابتن خطيب وكابتن عبد العزيز عبد الشافي حسن شحاته وعلي خليل اسماء كبيره جدا. عماشه عمر عبد الله عبد الرحيم خليل وحنفي هليل والترسانه شاذلي ومصطفى رياض ورأفت مكي يعني لقيت قلت له يا كابتن انا اروح فين؟ على ابو جريشه امين دابو اسامه خليل يعني نجوم واساطير الكوره كلها كان في عصر واحد. السويسي احمد شاكر مسعد نور يعني قلت له يا كابتن ازاي انا قال لي والله والله هتبقى احسن لاعب كوره في مصر. حتى زمايلي قلت لهم انا مكسوف من الكلام ده قالوا لي يا ريت يقول لنا كده الكابتن طه. الحمد لله لعبت معاه السنه الاولانيه سجلت 14 هدف. 14 هدف في اول موسم في الدوري الممتاز. الممتاز. ده رقم كبير بالنسبه مش خارج الاهلي والزمالك رقم كبير جدا رغم وجود كابتن زي الاسماء اللي حضرتك قلتها كلها نجوم وهدافين. حسن شحاته وعلي خليل يعني بيسجلوا اهداف وكابتن شاذلي وكابتن خطيب وكابتن عبد الله يعني فعلا الحمد لله ان انا ظهرت في وسط الكوكبه دي. فدي كانت نعمه من الله سبحانه وتعالى ان ربنا وفقني. الشيخ طه الموسم الثاني سجلت 9 اهداف وبعدين انتقلت النادي المقاولين العرب. انا رحت النادي الاهلي قابلت الاستاذ عادل القيعي والحاج احمد سقراط وقالوا لي مستر هيدوكوتي لما قبل ما يسافر الاجازه قال انا عايز حمدي نوح العب بمصطفى عبده والخطيب وحمدي نوح ومختار يكمل من النص. أنا دوري وكاس مدى الحياة. أنا عايز اللاعب ده. بس ما وفقتش. وبرضه رحت نادي الزمالك قابلت الكابتن حلمي الله يرحمه. قال لي حمدي أنت تحت السن روح جيب الاستغناء بتاعتك. قلت له أجيبها إزاي يا كابتن حلمي؟ ما أقدرش. كان معايا مختار ساعتها وأحمد أبو رحاب. كان معاك كابتن مختار؟ كان معايا في مقابلة الكابتن حلمي. قال له مختار انت مضيت في النادي الاهلي بص يا ابني لو عايز نادي الزمالك امضي على الاستماره وهنعمل لجنه تختار نادي الزمالك لو هتختار نادي الزمالك يا ابني امضي تمام. وكان معاك مين تاني؟
احمد ابو رحاب. احمد ابو كان احمد راح نادي الطيران بيتمرن وقال له احمد احنا هناخدك انت ومختار وانت يا حمدي روح جيب الاستيك.